ما لم يقله الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بعد لقائه كبار السياسيين في لبنان، قاله قبل مغادرة الأراضي اللبنانية في مؤتمر الإصلاح والانتقال إلى الديمقراطية، ففجر موقفه تجاه سوريا بالكلام المباشر والصريح عبر رسالة إلى الرئيس السوري بشار الأسد. أقول مجددا للرئيس الأسد، أوقف العنف وتوقف عن قتل شعبك، فطريق القمع مسدود ورياح التغيير ستستمر ولن تتوقف عن الهبوب، وقد حان الوقت ليسقط تسلط الشخص الواحد والعائلة الواحدة. الشعب يقول كفى كفى، وعلى الزعماء الانصات إلى شعوبهم، فبعضهم استفاد من هذا الأمر وبعضهم الآخر لم يفعل. بان الذي دعا إلى أن يكون الإصلاح حقيقيا وجوهريا لا تجمليا، لافتا إلى ضرورة التأكد من ولادة أنظمة جديدة تحمي التعددية والأقليات الدينية في البلاد، تحدث عن ضرورة حل الصراع العربي الإسرائيلي، وقوبلت دعوته تلك بتصفيق حار من الحاضرين وعلى رأسهم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. الصراع العربي الإسرائيلي يجب أن ينتهي، وكذلك احتلال الأراضي العربية وخصوصا الفلسطينية، وأعمال العنف ضد المدنيين والمستوطنات غير قانونية. أما ميقاتي فتحدث بدوره عن الاحتلال الإسرائيلي لكثير من الدول العربية والخروقات الإسرائيلية المستمرة للشرعية الدولية، واضعا الأمم المتحدة أمام مسؤولياتها. إسرائيل التي تدعي الديمقراطية تحتل شعبا وتستوطن أرضا وتستولي على موارده وتمارس التمييز العنصري من دون أي رادع، ولا تتردد في مخالفة القرارات الدولية والأعراف أو تجاهلها. نتطلع إلى أن تكون الأمم المتحدة أكثر عدالة في إصدار القرارات الدولية وفرض تطبيقها، ولنا في التجربة اللبنانية مع الاحتلال الإسرائيلي خير دليل. وفيما يشبه التناغم مع أقوال بان، دعا ميقاتي إلى الحوار لا الاقتتال لولادة ربيع عربي حقيقي. وكلما تحقق ذلك بالحوار والتوافق والنقاش الديمقراطي العادل والمتكافئ بعيدا عن لغة العنف والدم والقتل والتدمير، كلما كان الربيع العربي ربيعا حقيقيا تغييريا تجديديا واعدا. وعلى هامش المؤتمر، رفض الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى عبارة الربيع العربي، مستخدما عبارة مرحلة تحول العربي. دكتور عمرو، كيف تفسر عدم تنحي رئيس بشار الأسد حتى الساعة مع هذه المطالب ودعوته إلى التنحي؟ والله هو الكلام اللي قاله في خطبته الأخيرة واضح موقفه فيه، فأما لماذا؟ أنا أعود مرة أخرى وأقول أن هناك حركة تغيير تاريخية كبيرة جدا يجب التنبه لها واحترامها والتعامل تدعوه للتنحي. وهكذا تنتهي فصول زيارة بان بيروت، لكن تداعياتها لن تنتهي حتما عند هذا الحد.